الحكاية المهمة اللي عايزاني فيها. شقتكم القديمة عايزين مفتاح. هما مين اللي عايزين؟ الدكتور عاجي. ليه؟ برضو هرجع واقولك من غير ليه. حاول يا سهام تنفذي اللي الدكتور يقول عليه من غير ما نناقشه، ده هو العلاج في ايده. حاضر، بس هنجيب المفتاح ده منين؟ ما هو احنا نقعد نفكر سوا دلوقتي لغايه ما نوصل لحل. يلا انا معاكي. فكري. هي متاجره اليومين دول؟ يعني فيها ناس؟ افتكر كده. انا كنت سامعه كمال من يومين بيكلم البواب في التليفون اللي في الشقه، بيقول له خد لهم السباك خليه يصلح لهم السخان. طب بصي، انا من ناحيتي هروح واشمشم حوالين البيت واحاول اعرف مين اللي ساكن في الشقه، وبعدها نبقى نشوف هنعمل ايه. اللي تشوفيه. المهم اي حاجه في مصلحه علاجك لازم نعملها. في كلمتين عايزه اقولهم لك قبل ادهم ما يفوت وياخدني. انا ملاحظه ان نوصل اليومين دول لازقه في سيام قوي. ما طول عمرهم كده، خصوصا بعد الحادثه. الاول كانت مع سهير، دلوقتي مع سهام. ايوه، بس اليومين دول زياده قوي. الله، انت مش قلتي لي ان كمال كان موصي نوسه تفضل معاها على طول؟ ايوه، ده فتره السفر وبس. كان خايف لحد يقول لها كلمه كده ولا كده، لكن ربنا اراد ان الحقيقه تنكشف. المهم، انت ايه اللي مخوفك من وجودهم باستمرار مع بعض؟ اصل سهام اليومين دول بتروح للدكتور عدلي كل يوم والتاني. السؤال، هل نوسه مش عارفه بالزيارات دي؟ اسمع، ما تسأل انت الدكتور عدلي. ما انا قلتلك قبل كده يا علوي، الدكتور عدلي مش عايز يقول لي اي تفاصيل، بيعتبر ده سر المهنة. كل ما اسأله يقول لي العلاج ماشي والحمد لله، وانا بحترم فيه الحتة دي. كتر خيره، الراجل بيعمل حاجات مش اي دكتور يرضى يعملها. يلا يا عم، بلاش يا لوس عشان خاطري. احنا اتفقنا على ايه؟ اولا انا اتأخرت عليك قوي، كان المفروض اجي من تاني يوم الاوضه ما اتفتحت واتنضفت. وانا كنت مبسوط لتاخيرك ده. يا عمي خليك شجاع، واجه الواقع. ده انا كنت متوقعه اجي الاقيك بتقولي ما خلاص، ما دخلت الاوضه لوحدي. جرى ايه يا عمي؟ يلا يلا، هي اول مره صعبه وبعدين خلاص. يلا ادخل لوحدك، حتى انا مش هدخل معاك كمان. ثانية واحدة بس يا عم ابو الحمد. على مهلك يا ست هاني. اتأخرت ليه؟ على ما لقيت تاكسي. تعالي. ايه الحكاية؟ مجرجراني على فين؟ ربنا بعت لنا الحل من السما. حل ايه؟ ومين الراجل اللي واقف عند باب الشقة ده؟ ما هو ده الحل اللي بعته ربنا. مش فاهم حاجة. ده عم ابو الحمد بواب العمارة اللي فيها الشقة المفروشة. بتتكلمي جد؟ انت اللي بعتي جبتيه؟ لا، هو اللي جه برجليه. عايز ايه؟ جايب لنا الحل في ايديه وجاي، عايز يقول لجمال ان الساكن اللي كان موجود في الشقة سابها امبارح فجأة، ومستغني على الكام يوم اللي فاضلين في الشهر، ومش عايز حقه. حلو. حلو قوي. بس جايب لي كمال ساكن جديد عايزه يمضي معاه. جايبه معاه هنا؟ لا، جاي من عنده. ده المفتاح معايا نوسه. طب اسمعي، افهمي اللي هقولهولك ده كويس. وقت ليه يا عم؟ ما تقعد. لا معلش، مستني الست. وهي ست فين؟ دخلت جوه مع واحده صاحبتها. اعمل لك شاي؟ لا متشكر. واقفه عندك بتعملي ايه يا جلال؟ ولا حاجه يا ست. روحي شوفي المطبخ المكركب على بعضه جوه ده. حاضر يا ست. ما قلتليش يا عم ابو الحمد، هو السكن الجديد عايز يسكن من امتى؟ زي بعضيه ان شاء الله من النهارده. يقدر يستنى الاول الشهر. اول الشهر؟ اول الشهر يعني ست ايام من النهارده. ممكن. ويعني لو الساكن الاولاني قعد في شقته لاخر الشهر كان غصب عنه هيستني. طب بقى الخدمه اللي طلبها منك تديني المفتاح دلوقتي، علشان صاحبتي اللي شفتها دخلت دلوقتي. عارفها، كنت بشوفها بتجيلكم هناك. اهي دي بقى اخوها جه من بلاد بره امبارح، وعاوز شقه مفروشه لمده اسبوع ولا حاجه على بال ما يوضب حاله. وماله يا ست؟ ف
فهي ترجتني دلوقتي ان احنا نديلها الشقه علشان اخوها يقعد فيها الكام يوم دولت لحد اخر الشهر. وماله يا ست؟ وبقول ايه، اصل الاستاذ كمال واخو صاحبتي يعني مفيش بينهم استلطاف، ولو الاستاذ كمال عرف ان هو هيقعد في الشقه الكام يوم دولت يمكن يزعل، فانا بقول يعني بلاش نقوله وكان صاحبي موجود فيها لحد اخر الشهر. وماله يا ست؟ واخو صاحبتي هيديك المفتاح اخر الشهر، ثم انت تجيب الساكن الجديد يمضي العقد مع الاستاذ كمال. اللي تشوفيه يا ست. عم ابو الحمد ما تخافيش يا ست، الساكن اللي موجود ايه؟ قاعد لاخر الشهر. وانت طمن الساكن الجديد ووعده ان هو هيمضي العقد اول يوم في الشهر ويسلم الشقه على طول. حاضر، سلام عليكم. وعليكم السلام. برافو عليك يا سهام، انا واقفه مستخبيه وسامعه كل حاجه. برافو ايه يا نوسه اللي انا بعمله ده؟ ليه انا اقعد اكدب واقول لواحد زي ده ده اخو واحده صاحبتي وما تقولش للاستاذ كمال؟ معلش يا سهام، ما انت ما بتعمليش كده للشر، انت بتعملي كده للمصلحه العامه. اما حته حكايه، عارفه انا لو شفت اللي حصل لنا النهارده ده في روايه هكلم المؤلف في التليفون واقول له بطل تمييز يا حضره المؤلف. المفتاح اهو، بعد ما كنا يأسنا ربنا فرجها. عظيم، عظيم جدا. هنبتدي من امتى؟ هنبتدي من بكره. دكتور انا مش فاهمه حاجه خالص من اللي حضرتك بتعمله ده. انا مش عايزك تفهمي حاجه دلوقتي، ارجوك يا سيام تثقي فيه وتاكدي ان كل حاجه بنعملها حتى لو كان شكلها مش مشروع في ظاهرها، لكن في النهايه هي خطوه في الطريق للحقيقه. دلوقتي هنعمل ايه؟ هاخد منكم العنوان وبكره ان شاء الله هسبقكم، والساعه 6 بالظبط. جيت في ميعادكم بالظبط. دكتور احنا بنعمل حاجه غلط؟ اطلاقا، دي شقه جوزك يعني شقتك، ودي نوسه صاحبتك هي معاكي، وانا الدكتور بتاعك. قول لها يا دكتور احسن طول السكه واحنا جايين خايفه وعماله تخوفني معاها. يا سهام قلت لك قبل كده العلاج النفسي مش لازم يكون في العياده وبس، ممكن يكون في اي مكان. طب ممكن لو سمحت نبتدي بقى؟ احسن انا خايفه قوي. مش ممكن نبتدي وانت مضطربه كده، لو سمحتي اهدي شويه. هقول يا بسط كده بقى واهتدي بالله يا سهام. مش توريني الشقه يا نوسه؟ يلا على بال سهام ما تهدى شويه. هي دي اوضه نومهم؟ ايوه يا دكتور. والحمام فين؟ هنا. عايز اشوفه، اظن هو ده اللي حاضر استخدمه في العلاج. يا ترى مين يكون البواب؟ انتوا خايفين كده ليه؟ احنا هندخل جوه وانت افتح يا دكتور، لو البواب ما تنساش انت اخويا. مساء الخير. مساء النور. انا اسف للازعاج، الاستاذ نزيه موجود؟ اهلا يا كمال بيه، ما شفتكش يعني وانت طالع. انت فين يا ابو الحمد؟ ده انا قعدت ادور عليك تحت، كنت عايز اديك المفارش دي تديها للاستاذ نزيه عشان كان طالبها. ما هو البيه يبقى ابن عم الاستاذ نزيه، على العموم زمانته جاي. طب امشي انا بقى والاستاذ يبقى اديه له، ولا انت بديها له؟ حاضر. تتفضل شويه. نزيه زمانه جاي. معلش يا فندم، يبقى سلم لي عليه. سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا بيه. دلوقتي يا بيه انا عايز افهم حاجه، مش انت اخو الست صاحبه الست مرات الاستاذ كمال؟ تساليه يا ابو الحمد. اصلها قالت لي انك انت والاستاذ كمال تعرفوا بعضيكم وما بتحبوش بعضيكم. لا يا سيدي، انا مش اخو الست صاحبه الست. امال حضرتك بلا مؤاخذه تبقى مين؟ انا قريبه. الحمد لله، اصلا اندبيت وقلت له انك ابن عم نزيه بيه وكنت ناسي.
لكن جت سليمة وطلعت انك مش اخو الست. اي خدمة بيه؟ شكرا يا ابو الحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامة. الله يسلم. كنا هنروح في داهية. انا قلبي كان هيقف. ولا يقف ولا حاجة. اقعدي. اهدي شوي. اهدي ومال. قوليلي بقى ايه حكايه الاستاذ نزيه اللي انا ابقى ابن عمه؟ خلاص يا علويه؟ خلاص اهو. اصل الشقه ما اتنضفتش من اسبوع. طيب يلا علشان اوصلك في سكه المكتب. لا انا هروح على النادي. قولي اخبار الدكتور عادلي ايه مع سهام؟ مش عارف، بقى لي مده ما اتصلتش بيه ولا اتصل بيه. اطلبوه لي على ملبس الجاكيت واجي. الو الدكتور عادلي موجود؟ يعني مش جاي النهارده؟ طيب شكرا. حلوة الشقة دي، سبتوها ليه يا سهام؟ مش عارفة، عمي أنجيل هو كان صاحب الفكرة. يعني مش كمال هو اللي فكر في كده؟ بالعكس، كمال ما كانش عايز يعزل من هنا. ما بتفكركش بحاجة الشقة دي يا سهام؟ سألوا لي إني كنت ساكنة فيها قبل الحادثة. ممكن تفرجوني عليها؟ اتفضل يا دكتور. اتفضلوا انتوا اقعدوا شوية في الأوضة. أنا هلف لفة في الشقة هنعمل ايه يعني؟ نقول نزلنا نلف في البلد شوية. ما تصوريش انا متضايقة من نفسي قد ايه عشان الكذب اللي بكتبه ده كله. ولا كذب ولا حاجة، ما هو كله عشان علاجك. طب وفيها ايه بس لما نقول لكمال اني بتعالج؟ ده هينبسط قوي لما ذاكرتي ترجع لي. محدش عارف اذا كان هينبسط لما ترجع لك ذاكرتك ولا هو مبسوط كده دلوقتي. لما اقوم اشوف الدكتور. هي يا دكتور تفتكر مجيانة هنا هيجيب نتيجة؟ طبعا، بس مش النهاردة، مش بسرعة يعني. قوليلي، هو ده ترتيب الشقة اللي كان موجود أيام الحادثة؟ أيوة تقريبا، بس أنا وعمي أنجيل كنا غيرنا النظام كله لما سافرت مع كمال اليونان بعد ما خرجت من المستشفى على طول. اسمعي يا نوسة، احنا هنيجي هنا بعد بكرة، عايز لما نرجع نلاقي ترتيب الشقة رجع زي ما كان بالظبط. ما هو تقريبا زي ما كان، وده العفش اللي كان فيها أيام الحادثة. دلوقتي احنا هنرجع العيادة عشان أديها جواب لمركز فحص المخ في مستشفى المعادي. فحص المخ؟ ليه يا دكتور؟ مخها ماله؟ ما تخافيش، ده إجراء كان لازم أعمله من زمان بس أجلته شوية لغاية ما أدرس حالتها. وده هيبان منه إيه فحص المخ ده؟ هيعملوا لها رسم مخ هيبان منه حاجات كتيرة قوي هتنفعني كتير في علاجها بعد كده. حاضر. ودلوقتي
ادخلي اندهي لها وحصلوني على العياده، انا هسبقكم. اما احنا عملنا مغامرات النهارده. حق كان يوم حافل. مغامرات ايه اللي عملتوها؟ خططوني عليكم. انت هنا من امتى؟ حوالي ساعة لعشر دقايق، وقاعد مكسوف من والدتك لانها اتخضت من كتر سؤالي عليكم. خير يا كمال؟ خير، بس حضراتكم سايبتوا ركبي. سألت عليكم بالتليفون قالولي خرجوا، رحت لكم النادي ما لقيتكوش، جيت على هنا سألت عليكم قالولي مجوش. عملت شوية مشاوير وجيت استناكوا هنا. كنتوا فين؟ ويا ترى قاموا بالواجب ولا لا؟ اه طب عملوا لي شاي، وادي قهوه كمان لسه ما خلصتهاش. طب كويس. ما قلتوليش بقى ايه المغامرات اللي عملتوها دي؟ يعني هي مش مغامرات بمعنى مغامرات، قعدنا نلف في المحلات. كنت بدور على جزمه فاضي سواريه وبعدين نخرج من محل ندخل محل، وبعدين فين وفين اكتشفت ان قست جزمه في محل فيهم وخرجت بيها وسبت لهم الجزمه القديمه. وازاي سابوكي تخرجي من المحل بجزمتهم؟ ما هو احنا لما اكتشفنا الغلطه ما بقيناش عارفين دي جزمه انهي محل فيهم. قعدنا نلف على كل محل دخلناه لغايه ما لقيناهم، حتى كانوا يا دوب هيقفلوا. دي فعلا مغامرات ظريفه قوي. حتى تألفي رواية وتسميها جزمة ضائعة. هنروح يا كمال ولا هنقعد؟ ليه عجبك؟ يلا نروح احسن، حسيت اني تعبانة شوية دلوقتي. طبعا كتر اللف على محلات الجزم. ما انتوا قاعدين. لا معلش، وتاني مرة ما تبقيش تتعبي مراتي في اللف على محلات الجزم عشان حتة جزمة فضي سواريه. باي باي يا نوسة. باي باي يا حبيبتي، هكلمك الصبح في المكتب. تصبح على خير. وانت من اهله. كلمني الدكتور عدلي امبارح بالليل عن الحالة دي. حاضر حالا. هنا يا دكتور؟ لا مش في الاوضه، هنا مركز فحص المخ قريب في الدور اللي فوقنا. اتفضلي معايا. ما تخافيش اطمني. الو، من فضلك مدام سيام ابراهيم. حاضر معك. الو مدام سيام، لو سمحت. ما جاتش ازاي؟ ما جاتش خالص ولا جات ونزلت؟ ما قالتش راجع ولا لا؟ استاذنت. لا متشكر، البيت عايزها. الو نوسة، انا كمال يا نوسة. يا سهام ادخل. ها عملت ايه في المستشفى؟ كله تمام؟ انا اسفه يا سهام ما قدرتش اجي معاكي. صحيح كنت لازم اكون معاكي، بس انت عارفه مش مهم يا نوسه،
المستشفى اديني روحتها وعملت رسم المخ. المهم كمال. ماله كمال؟ بالحق ده سأل عليكي في مكتبك وملقاكيش وكلمني. وقلت له ايه؟ قلت له يمكن راحت المركز الرئيسي للشركة ولا حاجة. رد قالي انهم قالوا له انك استأذنتي وخرجتي، بس انا اقنعته انك لازم تكوني في المركز الرئيسي. يعني حسيت انه اقتنع؟ زي ما اقتنع امبارح بحكاية حلات الجزم والجزمة الضائعة. بقى انت مصورة يا ست نوسة انه اقتنع بحكاية الجزمة دي؟ طبعا. ابدا. وقال لي بالليل انه صدقها بمزاجه، وانا عملت نفسي نايمة عشان ما ردش عليه. عارفة ليه؟ لاننا ناسين يا ست هانم ان امبارح كان الحد والمحلات كلها قافله. اتعبت يا نوسه. انا هقول لكمال اني بروح للدكتور وبتعالج علشان يرجع لي الذاكره. صدقيني ده هيفرح لي قوي. اوعي اوعي يا سهام، هتبوظي كل حاجه. وبعدين هو لو من الاول خدك للدكتور وبدا يعالجك ما كناش قلنا حاجه. طب قولي لي هقول له ايه؟ شوف يا ستي، افتحي انت الموضوع. اسكت يا كمال، مش النهاردة استأذنت ونزلت بدري رحت المركز الرئيسي؟ سألت عليك وقالوا لي. قالوا لك اني رحت المركز الرئيسي؟ لا، قالوا لي انك استأذنتي. ما انا مرضتش اقول لهم اني رايحة المركز الرئيسي. اصل المدير بتاعي كل ما يعرف اني رايحة المركز الرئيسي يقول لي اما تعودي منهم حاجة تقولي لي. انا محبش حد يتخطاني. طب وانت كنت عايزة منهم ايه النهاردة؟ ابدا، كنت عايزه اكلم المدير العام علشان يزود لي الموظفين في القسم بتاعي. اه، مشروعاتك ايه بعد الظهر؟ لا ابدا ولا حاجه. طب ما تيجي ننزل نشتري الجزمه اللي عجبتك امبارح في الفاترينا. جزمه؟ اه فستقي. انا اتفقت مع نوسة هي تنزل تجيبها لي وتيجي تقعد معايا بالليل شويه. اعمل لك قهوه يا سي كمال؟ مش عايز شاي ولا شاي، غوري من وشي دلوقتي. طيب وبعدين يا سهام؟ احنا مش عايزينه يشك في حاجه من اللي بنعملها. انا خايفه يشك فيا انا شخصيا. وطبعا هيقول اني معاكي. اسمعي، احنا ناخد بالنا شويه اكتر من كده، وبكره لما نروح للدكتور عادلي نستشيره برضه. انا معاكوا ان من الصعب جدا الاستمرار بالشكل ده، لكن كمال لازم ما يلاحظش اي حاجه. انا خايفه ما اقدرش استمر يا سهام. زي ما قلتلك قبل كده، لو كمال ده كان تصرفه طبيعي من الاول كنا قلنا له، لكن ده راجل مثقف محاسب قد الدنيا، مش معقول يكون مصدق الكلام اللي قاله لك ان ذاكرتك هترجع لك لوحدها. على العموم ربنا معانا، انت تحاولي تبقي طبيعيه معايا والدكتور يشد حلو معانا شويه. اديني مستني تقرير مركز فحص المخ من مستشفى المعادي. ولغايه ما يجي التقرير مفيش علاج؟ لا، ازاي؟ هستمر في الدردشه معاكي عشان اجمع اكبر قدر من المعلومات، وفي شوية أدوية كمان هكتب لك عليها. بس خدي بالك بقى يا سهام، خلي الأدوية دي في شنطة إيدك على طول ما تطلعش منها. أنت عموما لازم تكوني حريصة، ما ترهقيش تفكيرك، كل شيء بهدوء ممكن يمشي. أدي الروشتة. دكتور خد بالك إننا بعد 5 أيام مش هنقدر نروح الشقة الأولانية، الساكن الجديد هيستلمها. ربنا يسهل. أهم حاجة عندي إن أعصابك تكون مستريحة، ما تتعبيش نفسك. اتفضلي على الشازلونج. اهم حاجه كمان في العلاج ان يكون عندك الرغبه ان ذاكرتك ترجع لك. هو في حد فقد الذاكره يا دكتور يبقى مش عايز ذاكرته ترجع له؟ في نوع من فقد الذاكره بيبقى من واقع معين، يبقى المريض مش عايز يرجع للواقع ده. نامت راحت في النوم. هي الحقنه دي بتنيم؟ دي بنسميها حقنه التفريغ الوجداني،
بقدر بعدها كده زي ما تقولي اتقابل وجها لوجه مع العقل الباطن للمريض. وبعد كده؟ غالبا عقلها الباطن بيساهم معايا بدور في ارجاع الذاكره. جايز هي تكون بتحاول تنسى لكن عقلها بيفكرها. بقالي مده ما جتلكوش من قبل جواز علويه. اتفضل يا دكتور. دكتور عدلي، من غير ما ادخل في التفاصيل، ايه اخبار سهام وعلاجها مش كده؟ ايوه. اولا احب اكرر لك يا مدحت ان ببذل مجهود غير عادي في الحاله دي عشان خاطرك انت بس وعشان القرابه اللي بينا. انا عارف كده ومقدر جدا شهامتك معايا. اول مره احس فيها ان دكتور وظابط مباحث وكيل نيابه في نفس الوقت، لان متشوق زيك اوصل الاجابه على السؤال ده. ليه كمال مش عايز سهام ذاكرتها ترجع لها؟ انا باكد لك يا دكتور ان موت سهير وراه جريمه. انت قلت لي اظن قبل كده ان سهير دي كانت خطيبتك مش كده؟ ايوه. ما عزمتنيش يعني في الخطوبه؟ اصلها كانت على الضيق، وطبعا كنا هنعزمك في الفرح لو كنت بتحبها يا مدحت. جدا. وكمال صاحبك قوي، من زمان اسمع اسمه بيتردد على لسانك. حكايه غريبه وحاجه ملخبطه ما تعرف لها اول من اخر. طب كمال يقتلها ليه يعني؟ دي حكايه تانية هتلخبطك اكتر لو حكيتها لك دلوقتي. على العموم الحديث سرح بينا وما جاوبتكش على سؤالك الاولاني، اخبار العلاج ايه مش كده؟ في حدود اللي تحب انك تقوله لي يا دكتور. يعني تقدر تقول انه ماشي بطيء لكن في تقدم. العلاج النفسي يا مدحت دايما يحب ياخد وقته. وطبعا هتفتكر كل حاجه من اللي فات بعد الذاكره ما ترجع لها، خصوصا يوم الحادثه. ان شاء الله. انا شخصيا يوم ما ذاكرتها ترجع لها تبقى مهمتي انتهت. تشوف انت بعد كده بقى ايه اللي لازم يتعمل. طبعا يا دكتور. اقوم انا بقى. ان شاء الله يوم كده عايزين نبقى نروح نزور علوية في البيت. انا لسه ما زرتهاش في بيتها الجديد. ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. سهام. ايوه. عايز اقول لك حاجه. خليكي ما تقوميش. ايوه كمال. مالك اليومين دول احوالك مش عجباني؟ مالي ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ ولا عبيط ابدا يا كمال، ما فيش حاجه صدقني. يعني مصممه؟ طب ايه اللي مخليك متصور ان انا مش طبيعيه؟ يعني انت حاسه انك كده تبقي طبيعيه؟ مفيش غير اللي انت عارفه. ايه ده بقى اللي انا عارفه؟ يعني بس يا احنا مش اتفقنا ننسى الموضوع ده بقى؟ مش اتفقنا ان انا بالنسبه لك الماضي والحاضر والمستقبل؟ وبعدين هو الماضي فيه ايه ما قلتوش ليكي؟ طب يا ستي يا ريت انا اللي كنت فقدت الذاكره. ما دام انت معايا ما يهمنيش. أنا ما قلتش حاجة، ما أنا ساكتة أهو وعايشة وراضية باللي ربنا قاسمهولي. طيب بس أنا عايز سهام بتاعت زمان. عايز ضحكة زمان، حب زمان، خفة دم زمان. يعني أنا دمي تقيل دلوقتي؟ لا ما أقصدش. طب تصبح على خير. وأنتي من أهله؟ بدورك بقى على واحدة دمها خفيف. أنا بموت فيكي وأنتي متنرفزة. صباح خير يا نسر. صباح النور. ازيك يا كمال؟
الحمد لله. بقالي كتير هنا؟ انا قلت لك في التليفون اني جايه النادي من القصر. خير؟ ايه الموضوع المهم اللي عايزني فيه؟ سهام يا نوسه. مالها؟ احوالها مش عجباني اليومين دول. غريبه. امال انا ليه مش ملاحظه الحكايه دي؟ انت اقرب واحده ليها واكيد بتتكلم معاكي. هي صحيح قريبه مني وانا قريبه منها، لكن هتتكلم معايا في ايه يعني؟ يعني ما اتكلمتش معاكي في حاجه ابدا. حاجه زي ايه يعني؟ حاجه مضايقاها مني. هي متضايقه من حاجه؟ بالعكس يا كمال، سهام لا متضايقه لا منك ولا من اي حاجه، ودايما تشكر لي فيك وتقول انك كل حاجه بالنسبه لها. امال ايه بس؟ طب انت ايه اللي خلاك تحكم الحكم ده؟ مفيش حاجه معينه يعني، بس انا من يوم ما رجعت من اليونان وسهام مش هي. ما تشغلش بالك انت، سهام سعيده معاك وبيك. اكيد ما اتكلمتش معاكي في حاجه. يو، ما قلت لك كل كلامها عنك وعن الهنا اللي هي عايشه فيه. يا راجل قوم روح شغلك وما تشغلش تفكيرك. الله يطمنك زي ما طمنتيني. على فكره نوسة، خلينا على نفس الطريقه، مفيش داعي لسيره الحادثه ولا سهير خالص. طبعا. الو؟ ايوه كمال، ازيك انت؟ وانت كمان؟ لا قدامي ساعه، ساعه ونص. لا على طول. باي. الو؟ ايه يا اجلال؟ في ايه؟ مالك؟ ولا حاجه يا ست، بس الواحد ما ينقرص مرتين، قرصتين في الدماغ يوجع. انا هقول لحضرتك من الاول، انا في المطبخ بفرم اللحمه ضرب الجرس، فتحت الباب لقيت شحط طول بعرض قدام. نعم يا سيدي، عايز ايه؟ قام قال لي انا يوه، ده انا باين اني نسيت يا ستي. قال قال ايه؟ الجماعه اللي بيلفوا على البيوت يعدوا الناس يشوفوهم كام. بصراحه يا ست انا خفت لا يكون ملعوب زي ملعوب الستيه بتاعت الكراسه الزرق. قفلت الباب وجيت اكلم حضرتك على طول. لا هو واقف على الباب بس انا قافلاه. اتصرف ازاي يا ست؟ الله يجازيك يا جلال. طب روحي افتحي الباب وقولي له الست والبي مش موجودين وانا ما اعرفش اجاوبك على اسئلتك. لا لا ملعوب ولا حاجه. هيا دكتور. زي ما توقعت. خير؟ لا خير، في تغيرات في تموجات المخ. مخي انا؟ ايوه يا ست، مخك انت، وده معناه ان عندك حاله من الذهول، او اللي احنا بنقول عليها فقدان الذاكره. زي ما توقعت، الرسم بيبين ان ده نتيجه الخبطه اللي اتخبطتيها في دماغك يوم حادثه العربيه. حادثه العربيه؟